السلام عليكم خاوتي، السلام عليكم، صباح الخير، ان شاء الله راكم بخير. تحياتي لكم، تحياتي الناس القديمه، الناس جديده مرحبا بها. اللي ما تعرفش ياسين فلوغ راه يدخل الفيديوهات تاعي ان شاء الله، ومنها تعرفوا ياسين فلوغ شنو الحاجات اللي نحكي عليهم. وكما تعرفوا الصراحه اللي نقولها، ماغري كاين بعض الناس ما تعجبهم الصراحه، لكن حنا معليش نقولوا باش الانسان اللي تعجبه الصراحه كيكون جاي يجي واحد النهار وين يرحم لي على الوالدين يقول لي بارك الله فيك خويا ياسين. انت انسان صالح باش توجد روحك، لانه علاش انا اصلا كي كنت داخل في اوروبا كنت ماذا بيا نسمع الناس اللي تبكيني ماشي الناس اللي تضحكني، الناس اللي تقولي الحقيقه تاع هنا ماشي تجي تكذب عليا باش كي نجي انا هنا ما نلقى والو. هذه الحاجه اللي انا حلفت اني نقول الحقيقه مع خاوتي لهنايا. وكاين ناس جات وراي متصله بيا وقالوا لي عندك الحق ياسين بارك الله فيك، تبعنا النصائح ونجحنا والحمد لله، وان شاء الله ينجحوا الناس كامل. والله نتمنى الجميع فيكم، اي واحد فيكم راي عنده حاجه في القلب تاعه ولا اخ ولا اخت ولا اي واحد فيكم، ان شاء الله بربي يا يحقق لك ربي هذا الشيء اللي راك متمنيه. سواء حبيت تكون تحب تهاجر ولا سواء تكون مع كل واحد وكيفاش حكايته. المهم خاوتي العزيز، اليوم حبيت نشارك فيكم معاكم واحد الفيديو، نعطيكم واحد الافكار اللي يفيدكم بزاف بزاف خاوتي العزاز، ماشي زعما هذيك الحاجه اللي تنسى ما ديرهاش ولا تجي لهنايا وتلقى روحك باللي راك قاعد غير الضو في بلاستيك. بون خاوتي العزاز، انا اليوم نقترح عليكم واحد الموضوع تاع الناس اللي تخمم باش تجي الغربه لهنايا. انسان حاب يجي الغربه واش لازم يدير؟ اول حاجه دائما يفكروا فيها ودائما تراسلوني عليها، واش من حاجه نديرها مع الاول كامل واش ندير. خاوتي خياتي، انسان راه قاعد في البلاد يفكر انه باش يهاجر، ماشي غدوه من داك خاوتي العزيز ما عنده لا حرفه ما عنده لا مهنه ما يخدم ما يدير والو يقول لك نروح من بعد ساهل. على بالنا تجي الرزق على ربي واللي يفتح هو الله سبحانه وتعالى. لكن خاوتي الاعزاز باش ما يغلطوكمش الناس وباش ما تغلطوش انتوما، الوقت اللي راك قاعد فيه في البلاد وما تعرف عندك حتى ميتي، اتعلم خاوتي، خاوتي وخياتي اتعلموا تعلموا تعلموا ميتي. لو كان يكون على باليش انا ابسط حاجه اللي تكون انت موسوس منها تقول هذه حاجه ما تعيشنيش. بالعكس هنا اوروبا تحتاج الانسان يكون راجل ولا تكون بنت الناس ويكون بخاطيه المشاكل وعندك حرفه عندك ميتي، انت عندك ميتي. مثلا لو كان تقول لي ياسين اقترح عليا، انا نقول لك هنا الحرف اللي مليحه بزاف بو ابار البنيان صبيغه. شوفوا خاوتي صبيغه ما ترفد لك ما تشدلكش الوقت بزاف، دير في راسك صبيغه تعلم صبيغه. لا ميكانيك على بالي باللي صعيبه، كاين ناس ديجا عندهم الحرفه عندهم مهنه تاعهم ميكانيكي حرفته ميكانيكي، لكن اللي ما يعرفش ماشي مشكل، اتعلم ابسط الامور في السياره، دير فيدونج طوموبيل، تعاود لي بلاك تاعك دي فرا، خدم معاه حاجات صغار في الطوموبيل، وتخدم ادوميسيل، تولي انت تحط على ماركت بلاس باللي انا ميكانيكي، نجي لكم للدار ونخدم لكم وكذا، تا واش تشري تشري غير فاليز صغيره فيها الفاتح، ومن نهارك تبدا تخدم. كاين الناس والله يا خاوتي وصل اليوم غدوه بدا يخدم، كاين اللي ما استناش كامل، هذاك النهار ريح برك وما يعرف حتى واحد ده. والله غا تلقاه وصل اليوم حط لهم على ماركت بلاس ولا لو بونكوا ولا الو فوازان، خاوتي انا نخدم هذه، والله غدوه ولا يخدم. تعلم تعلم ميتي تاع لابولونجري، تعلم لاباتيسري، تعلم تعلم تخدم لي بيريوش، تخدم كرواسون تيبا ميلفاي، تعلم اي حاجه، ما تجيش يدك فارغين، ما تجيش عندك جارديني عندك تبني دير فايونس دير. شوفوا خاوتي هنا اوروبا تحب الميتي من الاخر، تحب الميتي. شي يقول لي واحد انا يا زعما عندي دوسي انا نخدم في سبيطار نخدم كذا، هذوك الامور شويه شويه، لكن الحرف اللي نقول لكم عليهم انا المهن مطلوبين بزاف، ماشي حاجه كبيره خاوتي. تعلم تحفف برك غير حفاف، سوا طفل سوا طفله، تعلموا هذا الشيء. كي تجي لهنايا تحط على ماركت بلاس باللي انا يا كوافير ادوميسيل، نجي لكم زعما ب 15 اورو ب 10 اورو ولا 15 اورو، نجي لك للدار عندك ساكادو على ظهرك ماتيريال تاع حفافه ماشي غاليين، تروح للناس اللي تحفف في الدار سورتو في المدن الكبرى ملاح، المدن الكبرى ملاح. بالنسبه للناس اللي عندها دراهم بزاف وحابه تدير حاجه، هذاك حاجه واحده اخرى، هذاك بور لي زارجيريا كاينين دوكا راهم كاين ناس اللي راه يجيب دراهم من البلاد ودير مشروع لهنايا ويولي عنده حق في السكن في اشالام وتدفع وعادي، هذيك باينه كاينين.
اما الانسان اللي ما عندوش دراهم في البلاد ولا يجيب الحرفه تاعو ماشي يجي هكذاك باطل ومن بعد يجي. بالنسبه للانسان اللي جا وما لقى ما يدير خاوتي كاين هنا الله يبارك اوروبا فيها واحد الخدمه تاع ليفريزون ما شاء الله الناس خدم فيها بزاف ليفريزون كليفري سا ديبون انت تدخل لي سيت الله يبارك لي سيت اللي راهم كاينين العجب هنا لي سيت تاع ليفريزون تدخل تخدم بون باش تيفيتي الشيء هذا دير معاك كشميتي في البلاد. انا هذه نصيحه من عند ياسين نصيحه من عندي خاوتي بلا حرفه راح تلقى صعوبات لكن بالمهنه تاعك اليوم غدوه ديماري الخدمه. كاين بزاف ناس دي بوشري جاوا في نهارهم بداو يخدموا دخل اوروبا اليوم صباح خدام وما يعرف حتى واحد يعرف وشنو يعرف الحرفه اللي راهي عنده سوا طفله سوا طفل. والله كاين ناس هنا انسان صافي ديارهم يخدموا الحلويات التقليديه في الدار نحكي على المدن الكبرى وكذا حتى المدن الصغرى والله الا دايرين دراهم علاش عندها هذيك عندها حرفه ماشي جايه هكذاك برك ما تغلطوش خاوتي العزاز ان بزاف شوف قبل ما تخمم تجي خمم انك دير حرفه حتكون عندك حرفه. انا ميكانيسي انا حفاف انا بناء انا سباخ المهم اي حاجه راح تلقى بها الخدمه كيفاش تلقى خدمه انت سباخ اصدم لي شونتي روح عند العرب خاوتك تلقاهم برا خدامين تاع لي شونتي سقسيه بالك بنهارك الاول تبدا الخدمه تاعك ما تحبش برك ما تجيش يديك فارغين وكي تجي بعد المشاكل الحاجه تاع صداع الراس مشاكل اللي يعييك بعد ما تبقاش لاصق في المشاكل هذوك وما تبقاش لاصق العرب ماشي ملاح ولا العرب مهم انت خدمتك دارك سبور تاعك صلاتك سلام عليك والله غير تنجح. الناس اغلب الناس اللي نعرفهم انا راهم ناجحين هنا هما الناس اللي جابدين ارواح تاعهم ماشي زعما تجبد روحك على المجتمع امبوسيبل المهم راهم جابدين ارواح تاعهم خدمتهم صلاتهم سبور تاعهم الدار تلقاه ناجح داير كلش. ما بالنسبه هذوك الناس اللي يجوا لهنايا المشاكل ادعاوي الشر هكذا اقسم بالله يا خوتي غير مطايشين برا. هذه نصيحه من عندي خوتي سما الموضوع تاع اليوم كان على المهنه حرفه ما تجيش يدك فارغين برك جيب هذاك السلاح في يدك معليش سلاح في يدك مليح كيسقسيوك واش تخدم تقول له انا كوافير معليش عباك كوافير هنا وميكانيسيا شحال يخلص ولا ما على بالكش كوافير ميكانيسيا ابسط الامور هنا حرفه اللي ما ديرش في راسك باللي ماشي مليحه والله الا دير منها لافينير تاعك ما يغلطوكش الناس ما يغلطك حتى واحد ما تجيش غير هكذاك برك تجي يديك فارغين تقول انا ما درت والو. خوتي العزاز نصيحه من عندي لكم وربي ييسر لكم الامور وييسر لنا الامور ان شاء الله. راني نحاول ندير لكم هذه المره فيديو كل يومين ثلاث ايام ان شاء الله ما تنساوش اللايك برك على الفيديو كومنتير. السلام عليكم خوتي.